أسرى آسف. قدر الله إيش؟ وما شاء قدر الله. أيوة ما حد يزعل، حتى ما حد يتضايق، يعني واحد ضاع على شيء يقول يوم قهر لا تقول شيء، قل الحمد لله على كل حال، والخيرة فيما اختارها إيش؟ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، خلاص قدر وما شاء. هذا أشرف العجيب من مرسل، وهذا الابتسامة، ورينا الابتسامة شوف يا عيني، حط تحية خلاص. الرقم الآخر هو رقم من الأرقام، هو رقم بنزين، بس أي أخضر ولا أحمر؟ أصفر أصفر أحمر، بنزين أحمر، يعني رقم كم؟ 95. يا سلام، هذا هو. شوف الرقم يمكن غلط غلط، شفت؟ كم الرقم هذا؟ كم الرقم؟ لا غلط، هذا بالياباني هذا، معليش اسفين، لا غلط غلط، لا هذا فكرة زين، هذا 59، احنا نبي ايش؟ 95، معليش يلا. صدق يا عيال، هذه كم؟ احنا قلنا كم؟ 59. يا اخي نضيع عندنا 9، ايش قلنا احنا؟ كم قلنا احنا؟ 95. ايش في 95 فيه؟ 95 ايوه صح، مستعد تقول 95 هو اللي يحصل على الهدية هذه، هذه 95 هدية هذه، ألف مبروك. يلا معلش، ترى هذه أحلى من العباد، هذه يمكن يطيح ينكسر في المطبخ، هذه أقوى والله. شوف الحين، ها شوف، ها ما صار لنا شيء. العباد امسك امسك العباد، نجرب العباد؟ ماشي. ايش رايكم؟ حق طيب، سؤال صليت العشاء صح؟ ما شاء الله، صليت صلوات كلها ان شاء الله اليوم، الحمد لله. دعيت رب العالمين؟ يا سلام. طيب في ناس دعوا رب العالمين يمكن ما اخذوا اليوم، يقولوا ما ندعي؟ يا سلام، ايش يصير الدعاء؟ اللي دعا الحين قال يا رب اخذ العباد، يا رب اخذ العباد، وراح عليه العباد، ايش يصير؟ اليوم الكلام حلو، خذ هذا كذا، والله كلامك ممتاز والله، عسل والله، خذ رقمك عشان تذكر الرجال تحتهم الصالح. اما هذه فللاسف اللعبه كانت اذا قلت رقم نطلعك تختار رقم واحد ثاني يقول، يلا قول رقم ثاني. والله تحيه قويه، ويستاهل العباد. وين الفرحه؟ وين الفرحه؟ وريني الفرحه. خلاص تحية قوية، أعطوه تحية قوية، أعطوه تحية قوية، وفاز معانا اليوم بالأيمان، بس أهم شيء يعني يدفعك على الخير إن شاء الله، زين؟ إن شاء الله. في أشياء حلوة ومقاطعها. تحية لأهل القرآن كلهم، تحية قوية.